بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أمين. تحياتي أبنائي وبناتي، ها هو لقاؤنا في المحاضرة الثامنة من محاضراتنا ولقاءاتنا في مقرر ريادة الأعمال لطلاب التعليم عن بعد بكلية العلوم الإدارية، كلية العلوم التطبيقية بجامعة الدمام. حييكم. وكنت قد وقفت معكم في محاضرتنا السابعة حول مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمشروع الصغير. تعرفنا عن المشروع الصغير، ما هو المشروع الصغير، وما ماذا يتعلق بالأشكال القانونية المتاحة، وما هي مزايا وعيوب كل بديل من هذه البدائل. واتفقنا على أنه لا أستطيع أن أقول أنه الشكل القانوني الأمثل هو كذا، يعني أنا لا أميل لاستخدام كلمة أمثل كما تعرفون، ولكن كل شكل من هذه الأشكال تكون له ظروف وتكون له يعني ما له وما عليه، ويمكن أن يستفاد به في مجال معين، ويمكن أن يحقق لنا مزايا معينة. فتعرفنا على هذه الأشكال القانونية المختلفة وكيف تنشأ وظروف تطبيقها إيه ومزايا كل منها وعيوبها. يصبح الآن السؤال المتاح أو الذي يفرض نفسه بالنسبة لرائد الأعمال هو: ما هي الاستراتيجيات المتاحة بالنسبة لنا؟ إيه هي البدائل التي تكون متاحة أمام رائد الأعمال حتى يمكنه تنفيذ مشروع معين؟ إذا أنا قررت أن أنا أدخل في مجال استثمار بقى، خلاص هبقى رائد أعمال ويصبح لي my own business، يبقى المشروع الخاص بي اللي أبدأ أتحرك من خلاله وأبدأ أتعرف من خلاله، أو أبدأ أدخل إلى سوق الأعمال يعني بشكل مستقل. ما هي البدائل أمام الأشكال القانونية اللي احنا قلنا عليها المرة الفاتحة؟ إيه هي البدائل المتاحة لدي في هذه الحالة؟ الحقيقة من الاستراتيجيات قدام مننا هنا يعني ثلاث بدائل أساسية بتطرح نفسها بالنسبة لنا. هنتعرف على كل منها، لكن يعني أول بديل إن احنا نذهب فنشتري مشروع قائم، يعني بنعمل عملية حلول أو إحلال. يعني أسأل الله أنه يمن عليكم بنعمة العافية والصحة، يعني لكن اعذروني بدأت إيه يعني الإنفلونزا تهاجمني كده على خفيف، فربنا يسترها إن شاء الله. زي ما قلت لكم يعمل عملية حلول، يعني بمعنى أن يكون هناك مشروع قائم وهو ومطروح، فهو يقوم بشرائه ومن ثم هو يتملكه. إزاي؟ تحت أي بند؟ ما إيه اللي ينفع؟ إيه الشروط؟ سنتعرف عليها لاحقاً. الحاجة الثانية إنه يبقى فيه حاجة بنسميها الفرانشايز أو الامتياز التجاري. عشان أقرب لكم كده المسألة، افتكروا كده محلات زي ماكدونالدز، زي KFC، زي الكافيز اللي موجودة بتشوفوها كده على الكورنيش أو في المولز أو كده، دي كلها داخلة تحت بند الفرانشايز. البديل الثالث انه يبدا بمشروع جديد. السؤال بقى، طيب انا كرائد اعمال كيف يمكنني ان اختار من بين هذه البدائل؟ ايه هي المتاحه لدي؟ ايه هي الخصائص؟ يعني المساله كده هنا لاحظوا نقطه مهمه جدا، انا اريد انكم تبقوا واعيين لها. واعيين لايه؟ اريدكم ان تكونوا واعيين الى انه قراراتنا، وهذا أمر بديهي بالنسبة لرائد الأعمال، القرارات بتاعتنا لا تكون عشوائية، لا تتخذ كده يعني هبهزر. أمال إيه؟ لا، هي تتخذ بناء على تفكير، بناء على مفاضلة، بناء على عملية يعني اختيار رصين، بناء على استشراف المستقبل، بناء على أن يكون هناك يعني نوع من اللي إيه نقول ده مشروع واعد، يعني يمكن أن تتحقق من خلاله الأهداف التي نسعى إليها. فبنيجي بقى نشوف، طيب إيه بقى البدائل اللي مطروحة عشان أنفذ مشروع معين؟ ما هي الخيارات المطروحة
امامك لتنفيذ مشروع معين. هذا بقى عاوز انه يجب ان امعن التفكير، يجب على رائد الاعمال ان يمعن التفكير، ما بياخدش المساله بشكل لا، لابد من التروي، لابد من الدراسه، لابد من التعرف على الاحتمالات، محاولة. طب وانا يعني هل ساعلم الغيب لانني رائد اعمال؟ انا لم اقل انك ستعلم الغيب، ولكن انت ستبذل قصارى جهدك من اجل ان تتوصل الى افضل السبل المتاحه لديك، من اجل ان تتوصل الى افضل ادراك، افضل فهم، تبقى مدرك. لانه ان ادركت ادراكا سليما فان قرارك باذن الله يكون قرارا سليما، ان ادركت ادراكا خاطئا فان للاسف النتيجه ستصبح مضلله ولن يترتب عليها النتيجه السليمه التي امامك. اذا ابنائي وبناتي، بقول لابد ان احنا نمعن التفكير. يعني هنا احنا بنطرح الاسئله باكثر من صيغه لانني اريد ان اقول لك عليك ان تمعن التفكير، عليك ان تتروى. خدوا بالمقوله اليابانيه، لما بيوصفوا نفسهم اليابانيين يقول لك وي ار ريس هورس ان اكسكيوشن، لما بنيجي ننفذ بنبقى ريس هورس. طيب لكن وي ار ريس هورس، وي ار تيرتلز السلحفاء، يعني ريس هورس اللي هو الحصان في مضمار السبق، الحصان الخيل وهي تجري في مضمار السبق. فهم بيقولوا احنا بنبقى خيول تجري في مضمار السبق عند التنفيذ، لما بنكون بننفذ اخذنا قرار بننفذه. But we are resource we are turtles in decision making، بنبقى سلاحف بطيئة، يعني بنتروى امتى؟ in decision making، في صناعة القرار. يبقى لما بنيجي نفكر حتى نتخذ قرار معين احنا بنتروى، احنا بنشوف كل البدائل، احنا بنفحص، بنتأكد، بنستوثق، بنتعرف على ما هو كل البدائل التي بنعمل لها، يعني بقدر الإمكان يبقى فيه حصر، لأننا لا نستطيع أن نتخذ قرارا ونحن جهلة، عندنا يعني غير مدركين لطبيعة ما نسعى إليه. لابد أن احنا يبقى عندنا نوع من المعرفة والإدراك والفهم السليم والإلمام بكل المعطيات وبكل الظروف المحيطة بنا حتى يأتي القرار بتاعنا. عشان كده بنيجي نقول يا شباب، الخيارات المطروحة، اقعد بقى فكر ادرس. ما هو بس الخيارات انا حددتها في ثلاث مجموعات، يعني الواحد يقول لي لما هم ثلاث مجموعات، يشتري شيء قائم، طب ايه بقى البدائل اللي هنا؟ يخش على الفرانشايز، طب برضه ايه البدائل اللي هنا؟ يا اما انشئ مشروع في اي تخصص. يعني كل مجموعه من دول هيبقى فيها بدائل محتاجه ان احنا نمعن التفكير، من محتاجه ان احنا نجمع المعلومات، محتاجه ان احنا نتعرف على الفرص بتاعتها، محتاجه ان احنا نتعرف على ما لها وما عليها، حجم الاستثمارات اللي فيها، طبيعه النفقات، مستوى المخاطره اللي موجود فيها. هذه اذا يعني عندي ثلاث مجموعات من البدائل، اللي هي شراء، واحد شراء مشروع قائم، البديل الثاني او المجموعه الثانيه من البدائل اللي هي الفرانشايز او الامتياز التجاري، المجموعه الثالثه ان انا انشئ مشروع جديد. لكن تحت كل عنوان من هذه العناوين او في اطار كل مجموعه من هذه المجموعات هنجد ان احنا سيكون لدينا عدد كبير من البدائل. وهنا الامر بيفرض علينا يا شباب، الامر بيفرض علينا ان احنا نمعن التفكير، ان احنا ما نتسرعش، أن نتروى، أن نتروى. أنا سامع إحدى بناتي الفضليات بتقول لي يا دكتور بس ممكن إن إحنا نتروى لدرجة إن إحنا نبقى متأخرين. برافو عليك، نتروى بس نكون مدركين لعنصر الزمن، نكون عارفين إلى أي مدى نحن نستطيع أن نتروى، ومتى يتعين علينا ان احنا نتخذ الـ 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 القرار، والا تفوت من الفرصه، ضاعت علينا فرصه ان احنا نكون رواد اعمال، بنستغل الفرص او بنتعرف على الفرص وندركها، بتضيع علينا. فمهم جدا ايها الشباب ان التروي شيء والتاخير شيء ثاني، نبقى عارفين ان عنصر الوقت سيف مسلط على رقبنا، ونبقى عارفين ان الفرص لا تدوم، الفرص بتحتاج من يستثمر.
ان كل استراتيجيه من هذه الاستراتيجيات، عشان كده ما قلتلكوش من الاول خد كذا وانتهينا، لا قلت لك ان في بدائل، ومن الامور المنطقيه ان كل بديل من هذه البدائل تكون له نقاط قوته ونقاط ضعف، تكون له نقاط القوه ونقاط الضعف، تكون له المزايا وتكون له له عليه عيوب، تكون له ايرادات وعليه ايضا نفقات يعني. فبالتالي احنا لابد ان احنا نمسك كل بديل من هذه البدائل ونتعمق في تحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه، نتعمق في الوقوف على ايراداته ومصروفاته او تكاليفه، نتعمق في دراسه ما له وما عليه. يبقى اقول لك ندرسها ونحللها، وعلى ضوء هذه الدراسه والتحليل يعني نتعمق بقى، بقت المساله ايه بالنسبه لنا؟ قائمه على اساس منطقي واساس ابداعي، يمكنني ان اختار الاستراتيجيه. ولاحظوا هنا شوف التعبير الاكثر ملائمه، ما بقولش الامثل، احنا بالنسبه لنا ابنائي وبناتي ما عندناش حاجه امثل، احنا عندنا مسائل موقفيه. فنختار ما يتناسب مع الموقف اللي احنا فيه، نختار الاكثر ملائمه بالنسبه للمشروعات بتاعتنا. هذا الامر زي ما قلت لكم لما اقول الدراسة والتحليل، ثم يبقى الدراسة والتحليل بعمق، الدراسة والتحليل الشامل المتكامل لا أهمل أي جوانب. ما ينفعش إنه رائد الأعمال ما هوش فهلاوي، لا ده بياخد الأمور بدراسة وبتعمق وبتحديد دقيق حتى يصل إلى ما هي أكثر الاستراتيجيات ملائمة بالنسبة له. تعالوا نشوف مع بعض اول حاجه عندنا اللي هي شراء مشروع قائم. واحد كان عامل استثمار ويرغب في بيع المشروع ده، شوفوا الحاجات اللي تسمعوا عليها النهارده، اللي باعوا فيسبوك واللي باعوا موقع ايه واللي بقى يعني حتى الاشياء اللي موجوده والتجارات المختلفه اللي بنجد انها اتباعت ايه الحكايه بقى هنا. اول حاجه عاوز تبقوا فاهمين، ان اشتري مشروعا قائما ده بيجعلني استفيد من العديد من جوانب القوه. يبقى هنا جوانب قوه مهمه جدا. اول حاجه عدم الحاجه الى تراخيص جديده، عارفين بقى نعمل الاجراءات والتراخيص، وطبعا ممكن الاجراءات دي يكون فيها قدر من البيروقراطيه ومحتاجه دراسه ايه ومحتاجه فحص ايه، فبنجد انه هذا الامر بيعفينا بقى من كده. يعني ان اشتري مشروعا قائما يبقى في هذه الحالة أنا أنا مش مضطر أبدأ من أول وجديد وأتعرف على الإجراءات المختلفة والجهات المختلفة والرسوم المختلفة، خلاص هو بتبقى هنا الأمور قد استقرت، وبالتالي أنا أستطيع أن أعتمد على مشروع قائم بتراخيصه، يبقى بيمتد الأثر إلي على طول. نمرة اثنين، انه المشروع القائم، ما معنى قائم؟ متواجد ولكن له حضوره في الاسواق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان له زبائنه، الناس اللي اعتادت على التعامل معاه، وايضا له الموردين اللي بيتعاملوا معاه، السلسله بقى قائمة، وله العاملين اللي موجودين فيه بما اكتسبوه من خبره وبما يعني بقت لهم ادوار يستطيعون ان يؤدوها. وهذا الامر بيعني ببساطه انه لدي امكانات الحفاظ على المشروع. لما بشتري مشروع قائم زي ما قلنا مش محتاجين نعمل تراخيص، مش محتاجين نخش في مجال المجال البيروقراطي بقى والاجراءات والرخص والتنقل ما بين جهات متعدده، وان كان طبعا كثير من دول العالم النهارده بدات تاخد بفكره المشروع الواحد، يعني بيسموها وان ستوب شوب، بمعنى انه رائد الاعمال يتعامل مع جهه واحده فقط، مش عاوز اقول انه في دوله زي سنغافور انشاء الشركه او المشروع الاستثماري لا يستغرق دقائق، يعني مساله ما يعني في حدود 30 دقيقه من نزولك المطار بتقدم خلاص طلعت الترخيص وانتهت المساله. للأسف إنه يعني في بيئتنا العربية، وأنا لا أعفي أحد ولا أتهم أحد، ولكن الإجراءات طويلة، إجراءات بيروقراطية معقدة ولوائح، ويعني فإذا أنا لما بقول إن أنا باخد مشروع
خلاص ترخيصه قائمة وإجراءاته قد تمت، يبقى أنا بعفي نفسي من جزء كبير جدا من هذه الإيه المشكلة. يضاف لكده إن هذا المشروع القائم له خصائص، له سوق، له مستهلكين، له متعاملين معه، له الطاقم الإداري الستاف الخاص به اللي بيستطيع إن هو يتحرك ويدير. يعني العجلة لا تبدأ من البداية، لا، المسألة مستمرة، له سوقه وزبائنه وموظفوه، وبالتالي انا باخد كيان قائم يستطيع، يعني العجله بتاعته تدور، ويمكن ان هو ايه يحقق بعض الايه المزايا او يستمر على مسيره النجاح الخاصه به. نمره ثلاثه، الاستفاده. الاستفاده من كون المشروع مستمر ويعمل دون توقف، لان عمليه التوقف بتجعل على سبيل المثال انه العملاء والزبائن يتحولوا عنه، تحولوا الى الشركات المنافسه. لا، احنا ما عندناش هذا القطع، ما بنتوقفش، بنستمر. حتى التغير اللي بيحصل في الملكيه مش بالضروره يتبعها، لانه احيانا انا بشترط ان انا يعني اخد بنفس الاسم بنفس المواصفات، يعني ما بن حتى العلامه التجاريه. كان من المشروعات اللي كانت لها شهره عالميه في لما اتباعت، تذكروا ان محلات هارودز في لندن كان المستثمر بتاعها الملك الشهير بتاعها اللي هو محمد الفايد، لما جه باعها لرجال اعمال قطريين برضه استمروا على هارودز، استمروا على الموقع، يعني السمات بتاعته، وده بيضمن عمليه الاستمرار، بيضمن الاعتياد من جانب المستهلكين للتعامل معاه. فهذا الامر بيمكن من ايه؟ من استدامة المشروع والأرصدة المتراكمة لديه من الخبرات والتراكم والتجارب، بتبقى موجودة، مش محتاجين نبدأ من أول وجديد. وبالتالي هذا يساعد على إيه؟ يساعد على تنمية المشروع، يساعد على الحفاظ على المشروع، يساعد على إنه استمراره في الأسواق. أيضا كون المشروع مستمر ده بيضمن ان في ايرادات، يعني انت بتشتري مشروع بقى ايه ايراداته معروفه او الى حد كبير احنا عارفينها ونستطيع ان احنا نخطط على وجودها، ويبقى مهمتنا ان احنا يعني على جانبين، كيف نضمن انه هذه الايرادات تستمر، وكيف يمكن ان احنا ننمي هذه الاستثمار. ايضا مهم جدا ان احنا نستفيد من الصوره الذهنيه والسمعه الحسنه التي كانت قد اخذت عن المشروع، بس بشرط ايه بقى؟ اذا كنا قد احسننا الاختيار، اذا كنا قد احسننا توظيف الصوره الذهنيه للمشروع سمعته، اذا كنا قد احسننا الاستثمار في هذه الايه المساله. يبقى اذا مشروع قائم، مشروع مستمر، له موارده البشريه، له موارده، له سلسله المتعاملين معه من موردين وعملاء وغيره، بيحميني من الاجراءات الروتينيه وتكرارها ومتاعبها، بيتيح لي ايرادات متدفقه استطيع ان انا احافظ عليها واستطيع ان انا انميها، بيجعلني اكتسب سمعه طيبه، خاصه اذا انا احسنت اختيار المشروع، يبقى السمعه الطيبه والصوره الذهنيه الايه الحسنه، ده بيساعدني اذا انا لا ابدا من الفراغ، ولكن ابدا من مشروع ايه؟ ابدا من مشروع قائم. لكن ايه بقى؟ لكن هنا برضو ده بيجعلنا ان احنا نبقى بنقول الله، ما هي مش كل حاجة، وإلا كنا خلاص ننصح على طول بإنك تشتري مشروع قائم. ده كله يعني كل جوانب القوة دي على طول، يبقى مش محتاجين إن إحنا، لا، ما لا نستطيع أن نقول إن ده هو القرار الوحيد اللي بالنسبة لنا، لأنه بنقول أيها رائد الأعمال الذكي الحصيف، انتبه، انتبه لإيه؟ انتبه لإنه هذا البديل إذا كانت له مزايا فإن عليه أيضا عيوب، يعاب عليه مجموعة من العيوب أو بتكتنف مجموعة من نقاط الضعف. أول نقطة ضعف، إن طب إحنا اللي بيبيع بيبيع ليه؟ هل إحنا عارفين الأسباب؟ الحقيقة مش بالضرورة إن إحنا نكون قد نجحنا في صبر أغوار هذا القرار، مش بالضرورة نكون قد وقفنا على الـ 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 الأسباب
الحقيقية والخفايا الكامنة وراء عملية البيع. ربما كانت هناك أسباب بتؤثر عليه، وبالتالي قد تكون النتيجة بقى غير إيجابية وغير مرضية. يعني ربما بيبيع لأنه كانت في مشكلة في الترخيص، ربما كانت له آثار بيئية بيه، ربما بيبيع لأنه كان حصل تردي في مبيعاته، ربما بيبيع عشان حصل تغيير في التقنية التكنولوجي اللي بتستخدم، ربما كان بيبيع لأنه الجودة اختلفت وظهر منافسين. هنا بقى عشان كده بنرجع مرة تانية، علينا أن نتروى، علينا أن نبذل قصارى جهدنا في الدراسة والتمحيص والفهم وجمع المعلومات. جمع المعلومات، سامعني بقول جمع المعلومات، يعني بتتحرك على الحقائق مش على الآراء، سواء لرأيك أنت ولا رأي من تستشره من أصحابك أصدقائك أسرتك. لا، نحن نتعامل مع إيه؟ نتعامل مع الحقائق ومع المعلومات. من نقاط الضعف أيضا إنه مش بالضرورة إنه المشروع اللي بيبقى مطروح للبيع تبقى متوفرة فيه كل الخصائص والمقومات اللي أنت تبحث عنها. يعني المسألة أريد أن أقول أنها ليست وردية بالشكل اللي إحنا كنا بنقول عليه دلوقتي في نقاط القوة، تكون مشروع قائم وعملاءه وموظفيه ومورديه. أه ده كلام، بس إيه، مش بالضرورة إن هم يعني الصورة الإيجابية أو الصورة الوردية، أو إنه يعني لأن برضه طب بيبيع ليه إذا كان الأمر بهذا المضمون. يعني ممكن نبقى عارفين تتوفر، ولكن هناك ايه اسباب ايضا بتجعل ان ما هياش فرصه قوي. الخصائص والمقومات دي محتاجه انها تتغير، محتاجه ان احنا نعمل لها اعاده بناء، محتاجه ان احنا ندخل فيها بشكل قوي لانه لم تحقق في الماضي، وممكن تكون هي كانت ايه المساوئ اللي فيها التي ادت الى البيع. ايضا انه قد المشروع ده لانه هو رؤية غيري وهو إنتاج غيري وهو طموح غيري، شخص آخر غيري، فمش بالضرورة أن يأتي متوافقا مع تصوراتي وطموحاتي وأحلامي بالنسبة للمشروع المستقبلي. ممكن جدا يبقى لا، في مسألة أخرى إيه مختلفة. وبالتالي عاوزين نعمل تعديل، يا إما تعديل في المشروع يا إما تعديل في أفكارنا، لكن مش بالضرورة أن المواءمة تكون إيه متطابقة بشكل كبير. يعني يضاف لكده نمرة أربعة إن موقع المشروع قد يكون غير ملائم لظروف رائد الأعمال وتوجهه. الموقع نفسه، لأن زي ما قلت لكم ده نتاج أفكار غيري ونتاج جهود غيري. هل تتوافق معي أم لا تتوافق؟ دي مسألة مختلفة بقى على حسب الظروف. أيضا قد يكون إن أنا محتاج أجري تغييرات جوهرية في التصميم الإنشائي والمعماري للمبنى، وممكن تكون مكلفة، لأن في بعض الأحيان التعديلات التي نجريها نجد إن الأفضل لو أننا قد بدأنا إيه من نقطة الصفر. أنا بتكلم على المباني عشان تعمل لها صيانة وترميمات وإلى آخره، ونجد إنها، لأن خليني أحكي لكم مرة أنا اتعرضت لموقف. كان في مبنى أنا كنت مسؤول عنه، والمبنى ده يعني فيه مشاكل كتيرة جدا. المهم أنا قابلت اتنين من المتخصصين المعماريين، وخلي بالكم بقى، واحد قال لي ممكن اعمل فيه يعني عمليات الترميمات وكده، ودي كانت تكلفني ما يوازي مليون ريال، ما يوازي مليون ريال. لكن كويس، هل ده سيفي بقى بالغرض بالنسبه لي؟ لما بدات اسال في اسئله محدده اللي تتناسب مع الغرض بتاعي، قال لي لا ما اضمنهاش. بعد كده اكتشفت انه الافضل لي ان اتخلص من هذا المبنى كليه و يعني اعيده، اعمل بقى مبنى يعني from A to Z. التكلفه هنا كانت تصل الى ما يزيد عن 20 25 دولار، لكن المساله ما بحسبهاش كده. بقول ايه؟ بقول لا، المبلغ الاخر كان مبلغا صياديا، لان لن يكون امامي مفر من ان انا اجري عمليه الايه؟ الهدم واعاده البناء. عشان كده لازم نبقى يقظين وما نقولش المساله كذا، لازم ان احنا نبقى انا اذكر انه في حد يعني بيستثمر، فجاء بيعرض عليا الشراكه في مشروع، يعني من مشروع انا افهم فيه كويس، لكن المشروع ده محتاج مبنى، فجاء بيعرض عليا مبنى قائم كلا لغرض ما، بيقول لي نعدله. انا ما حسبت، لقيت لا، انا ازيله تماما وابدا من مشروع مختلف بما يتفق مع
توجهات يبقى ما يتفق مع رؤية. احيانا بقى يكون المشروع اللي انا بشتريه التكلفه بتاعته تبقى عاليه جدا، خاصه اذا كانت ايه السمعه والشهره بتاعته عاليه. يعني اديكم مثال من الاحصائيات المعروفه عندنا، شركه كوكا كولا على مستوى العالم بتقدر اصولها الماديه الملموسه، مصانع المعدات الالات، تقدر بحوالي مليار دولار. قيمه الشركه قد تصل الى 20 مليار دولار. الله، يعني ادفع لك 20 مليار تديني اصول قيمتها مليار، امال الباقي فين؟ الباقي بقى في السمعه، في العلامه التجاريه، الماركه التجاريه بالنسبه لي هذه الشركه، هي دي اللي ضعفت الايه القيمه الخاصه بهذا الامر. فاذا يبقى انا مش بقى اشتري المشروع بمليار، لكن الشهره وحقوق الملكيه بتاعتها والعلامه التجاريه بتاعتها دي قد يكون لها تأثير وتؤدي إلى رفع الإيه الأسعار بشكل مبالغ فيه. يعني إيه ما يبقاش هو التكلفة الاستثمارية اللي إحنا كنا متوقعينها، لا، الأمر قد يزداد نتيجة إيه العلامة التجارية وحقوق الملكية والشهرة الخاصة بهذا المنتج. النوع الثاني او البديل الثاني بقى او مجموعه البدائل الثانيه اللي هي الامتياز التجاري. الامتياز التجاري، احنا بقى لما نيجي نتكلم عن الامتياز التجاري قدام مننا، شوف العلامات اللي قدام مننا دي اهي بتشير الى مشروعات قائمه و يمكن لرائد الاعمال انه ياخد التوكيل التجاري. عندنا ماكدونالد، عندنا كابتن تنبيز، عندنا الصابواي، اكسون، بابز، وهكذا. يعني كل دي علامات تجاريه خاصه بمشروعات هناك فيه الشيكو وهكذا. يعني هذه المشروعات القائمه انا ما بشتريش المشروع، لكن باخد حق ان انا امثل هذا المشروع فيه واقدم خدماته واقدم منتجاته في منطقه جغرافيه معينه محصوره. ده مقابل طبعا مبلغ من المال اللي احنا بندفعه. لكن انا بستخدم العلامة التجارية، بستخدم الالوان، بستخدم المنتجات، بستخدم طريقة التقديم الى غير ذلك من الاشياء. عادة بتكون في مقابل، طبعا كل حاجة لها مزايا ولها عيوب. فطريقة الامتياز التجاري هي طريقة في التجارة من خلالها تقوم شركة ما اللي هي منحت الامتياز، شركة ماكدونالد مثلا، شركة سابواي، بمنح الآخرين اللي أنا بشتري الامتياز، بتديني الحق في إنتاج وبيع وتوزيع وتسويق المنتجات أو خدمات الشركة الأصلية، بس إيه في منطقة ما. يعني خلينا اقول انه مثلا ماكدونالد انا اشتري منها حق الامتياز ربما في المنطقه الشرقيه، فبتديني يعني استخدم منتجاتها واشكالها وعلاماتها التجاريه واوز انتج وبيع واوزع واسوق كل منتجات هذه الشركه في المنطقه دي. ممكن حد تاني وليكن مثلا اسمه عمار ياخد في المنطقه الوسطى، فهو يبقى هنا واخد حصري في المنطقه الوسطى توزيع وانتاج وتسويق منتجات ماكدونالد. ممكن مثلا هند يبقى في المنطقه الشماليه بتاخد نفس، يعني الشركه قد تعطي لمناطق جغرافيه متعدده داخل المملكه وقد بتعطيها حصريا، لان بقول هنا الامتياز بيبقى حصري لمنطقه جغرافيه معينه طبعا مقابل التزامات معينه. يبقى اذا هي طريقه في التجاره تقوم الشركه المانحه اللي هي صاحبه الامتياز بتمنح الاخرين حق في ايه بقى؟ حق الانتاج والبيع والتوزيع والتسويق للمنتجات وخدمات الشركه الاصليه. بس ده زي ما قلت لكم في منطقه جغرافيه محدده، بما في ذلك قيام الشركه المشتريه بايه؟ باستخدام اسم الشركه مانحه الامتياز
وعلامتها التجارية وسمعتها وإجراءاتها وتقنياتها في البيئة، يعني كأنها يعني تحت الإشراف المباشر من الشركة مانحة الامتياز، تحت الإشراف المباشر من الشركة مانحة الامتياز. تعالوا بقى نشوفوا المزايا بتاعته. الامتياز نمرة واحد بيجعل كأنه احنا ايه شركاء في عمليات الإعلان والترويج، يعني كلما شركة مثلا ماكدونالد اللي كنا عاطين عنها المثال الآن قامت بحملات ترويجية أو بعمليات إعلانية عن منتجات ماكدونالد أنا مستفيد من هذا الأمر. يبقى إذا كأنه في نوع من الشراكة العامة، فبالتالي لما أنا ببقى شريك أنا بستفيد، وبتبقى طبعا مساهمتي في التكاليف بتبقى إيه محدودة للغاية. أيضا الاستفادة من قوة العلامة التجارية في جذب العملاء، خلاص أصبحت المعلومة بتاعتها العلامة التجارية معلومة في كل أنحاء العالم، يعني علامة ماكدونالد بتجدها هي اللي في لندن، هي اللي في مدريد، هي اللي في نيويورك، هي اللي في طوكيو، هي اللي في القاهرة، هي اللي في الرياض. فالاستفادة من العلامة أصبحت راسخة وموجودة، وبالتالي أنا أستفيد من قوة هذه العلامة في جذب الإيه؟ في جذب العملاء. حتى لما كنت بقول لكم دلوقتي على مساهمتها في الإعلان والترويج، أنا باخد الفايدة برغم إن المانح الامتياز هو اللي بيقعد. لو إنه الإعلان في مدريد القناة الفضائية بتعلنوني الناس بتستفيد، لأنه العلامة واحدة والمنتج واحد والمسألة حصرية. الحاجة الثالثة إنه أنا بحصل على باعتباري إن أنا يعني واخد توكيل الامتياز، فأنا بحصل على كل الفاسيلتيز، كل المنتجات والمعدات والمواد والخدمات أحصل عليها بأسعار مخفضة عشان تساعدني في إعادة التشغيل مرة أخرى. يبقى بيديني هنا أي مزايا في هذا الأمر. إمكانية الحصول على التمويل بالتقسيط. يبقى في هنا عملية ائتمان، ممكن إن أنا أحصل على هذا الفرنشايز وأسدد الإيه الحصة بتاعتي أو أسدد المقابل الذي أو العملية التمويلية مقابل أقساط معينة. الشركة منحة الامتياز بتوفر لي الدعم والتدريب المستمر، يبقى الأمور ماشية بشكل إيه مستمر. انا ايضا استطيع ان استفيد من خبره مانح الامتياز، يبقى كانه عندنا 6 مزايا واضحه بالنسبه لنا بالاعلانات والترويجات اللي بيقوم بيها المانح الامتياز بتنعكس عليا. انا قوه العلامه التجاريه ايضا بتنعكس عليا، بيقدم لي كل الفاسيلتيز وكل الماتيريال وكل المعدات بيقدمها لي باسعار مخفضه. ممكن جدا يبقى في نوع من الائتمان، يبقى عمليات التمويل بالتقسيط بيوفر لي الدعم والتدريب والتنمية، وأخيرا أنا يمكنني أن أستفيد من خبرات مانح الامتياز. ولكن زي ما قلنا في 6 عناصر 6 مزايا 6 جوانب قوة، هناك 6 عناصر عيوب. أحيانا أداء الممنوحين للامتياز في مواقع أخرى، أنا لسه كنت بقول لكم دلوقتي أنا خدت في المنطقة الشرقية، بينما عمار رائد أعمال آخر خد في المنطقة الوسطى، بينما هند رائدة أعمال ثالثة واخدة في المنطقة الشمالية. صحيح كل واحد مننا حصل على الامتياز في منطقة معينة، لكن أداء المنح الحاصل على الامتياز في المنطقة الأخرى قد ينعكس عليه. يعني أنا مثلا مرة في المدينة مريت بتجربة سلبية مع KFC، فأصبح KFC بالنسبة لي بقى في الشرقية أو في الوسطى، خلاص أنا كعميل أصبحت المسألة عندي تجربة سالبة، يبقى انعكست على اللي واخد الامتياز هنا اذا كان مختلف عن بتاع المدينه او مختلف عن كده. ايضا من عيوب الامتياز ان انا كممنوح كواحد حصل على الامتياز بقى بيحصل ايه؟ التزم بشراء المواد والمنتجات والخدمات من منح الامتياز، ما اقدرش اشتريها من حد غيره. يبقى ده شرط ملزم بالنسبه لي وبيفرض عليا واجب معين. محدوديه التصرف بالملكيه، ما اقدرش ان انا مش الملكيه مش للتداول، لانه هنا انا ببقى مرتبط بشروح مع من منحني الامتياز. ضروره دفع قيمه الامتياز من المبيعات بصرف مما يقلل من الربحيه، يعني مساله اصبحت التزام ثابت يجب ان اقوم به بصرف النظر انا ربحت او ما ربحتش وحجم ارباحي قد ايه. دايما مانح الامتياز لما نيجي نتعاقد هو الابر هاند، فانا يعني بنصل الى كانه العقد ابنائي وبناتي احيانا يبقى يقرب من عقود الاذعان. الاذعان يعني ايه؟ يعني انا مضطر اسلم بكل ما فيه، ماليش يعني
العيب رقم 6 التقيد بتعليمات وشروط المانح. ده كده جزء لو انا خرجت عليه يلغي من عليا الايه تمتعي بهذا الايه الامتياز. كانه ابنائي وبناتي بنلاحظ ان احنا عندنا مزايا وبنلاقي عندنا عيوب في مساله الامتياز. لاحظوا ان خدنا مشروع قائم ولقينا له مزايا وعيوب، وخدنا برضو الامتياز لمشروع قائم بس مش بيتباع، مش بمتلكه، انا بمتلك الحق في الانتاج والبيع والتوزيع والتسويق في منطقه معينه واستفيد من مزايا معينه، ولكن ايضا يعاب عليها عيوب متعدده. ان بديل الامتياز بيمكنني من الحصول على حصه سوقيه ومنطقه سوقيه وسوق محدده، كانه بتمتع فيها بالحمايه من الايه من الـ في هذا الاطار، يعني محمي، مفيش حد، انا واخد الخدمه هنا حصريا، فالامر يعني بتعود الي القيمه والفوائد والمنافع والارباح الخاصه بالعلامه التجاريه في اي مكان في العالم، ده بينعكس علينا اه، ولكن في نفس الوقت بنقول ايه؟ بنقول المساله انها محصوره في نطاق معين. هذا لا يمنع، يعني انا لما بروح اكل من كي اف سي، ما اي محل اخر بيتعامل برضه في الدجاج المصنع او غيره بيبقى منافس بالنسبه لي، يعني هذا، لكن ما فيش منافس على نفس مستوى الايه مانح الامتياز. ايضا انا استفيد من مزايا مانح الامتياز زي ما قلت لكم، الدعم الفني اللي الشركه المانحه للامتياز بتدعمني، الخبرات اللي بتدعمني بيها، الخدمات اللي بتقدمها لي، الحملات الاعلانيه اللي بتقوم بيها، فكانه انا استفيد من حصه سوقيه ومنطقه سوقيه وسوق محدد، عارف ابعاده ايه وبتعامل معاه ازاي وكيفيه، وفي نجاح وربما خبره. ونمره 2 انه مانح الامتياز بيديني مجموعه مزايا، دعم فني، خبره، خدمه، حملات اعلانيه، كل ده بيمثل نقاط قوه بالنسبه لهذا البديل. لكن برضو كالقاعده هناك نقاط ضعف، ان حق الامتياز يتطلب اجراءات قانونيه واداريه تتجاوز حدود الدوله الواحده. ده كي اف سي انتوا عارفين في الولايات المتحده، ستاربكس موجوده مش عارف في، وهكذا، يعني اذا لها اجراءات خارج حدود الدوله الواحده. يبقى كنا احنا خلي بالكم لما كنا بنتكلم على انشاء المشروع والترخيص، لما نتكلم بعد شويه بتاخد تعقيدات. طب ما انا برضو لما باجي احصل على حق الامتياز لمشروع موجود في دوله اخرى، الاجراءات هنا بتتطلب او بتتجاوز حدود الدوله الواحده، وان كان اصحوا معايا، وان كان ايه ابنائي وبناتي، وان كان احنا بنقول انه احد اثار العولمه انه سقطت الحدود الجغرافيه، سقطت الحدود الثقافيه. خلاص المبدا المشهور اللي سمعتوه مني قبل كده للسيف فين للسيف فاسته هو المطبق، دعه يعمل، دعه يمر، راس المال، العادات الثقافيه، العماله، المنتجات، كل هذه الافكار، كل هذه الامور اصبحت النهارده لا تحدها لا جمارك ولا مواقع جغرافيه ولا غيرها، خلاص اصبحت عابره للقارات وسقطت الحدود واصبح العالم وكانه قريه واحده. ايضا من نقاط الضعف انه حق الامتياز يتطلب عاده تامين مبالغ نقديه كضمان للشركه مانحه الامتياز، بلتزم بها، لازم ادفعها سواء انتجت او لموت. ايضا حق الامتياز بيفرض عليها شرط معين اللي هو حد ادنى من العمليات او الكميات، يعني يقول انك انت بتشتري مني ما يوازي مثلا مليون وحده كل شهر او كل سنه، على يعني لابد ان يبقى في حد ادنى من العمليات. قد يبالغ بصوره كبيره في العروض والامنيات التي تقدمها الشركه المانحه، يعني بالبلدي كده بنقول في مصر يا ابنائي وبناتي يقول لك بيعمل لك البحر طحينه، يعني يوعدك ويفرض في العقود اللي مش بالضروره انها تجد لديها يعني عملية التطبيق، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحن، أسمع جعجعة ولا أرى إيه طحن. التقيد بحدود السوق ولا يجوز لك تجاوز ما تم تحديده لك، يبقى إذا هنا السوق بالنسبة لي سوق محدود، ما أقدرش إن أنا أتعداه إلى مساحة جغرافية أخرى. عشان كده قلت لكم إن المسألة بالنسبة لنا في اطار صح، هي ميزه ان عندي سوق محدود انا بتعامل معاه ودرسه كويس ومتخصص فيه، ولكن في نفس الوقت انا لا استطيع ان اتعداه لانه ممكن يدخل في نطاق الامتياز الممنوح
منظمة أخرى أو مستثمر آخر أو غيره من المشروع. العيب برضو اللي أو من نقاط الضعف في هذا الأمر إن حق الامتياز مرتبط بفترة زمنية محددة، بعد كده يجدد أو لا يجدد، يدخل لشخص جديد. يعني هنا تفاصيل إيه، مش بالضرورة إنه ده يستمر معايا، فلا أستطيع إن أنا أقول والله الأمور بالنسبة لي مطلقة، لا، لها فترة زمنية محددة، يبقى جغرافيا محددة، زمنيا محددة، حجم العمليات احيانا يشترط حد ادنى، وبعدين انا برضو التامين اللي انا بدفعه او وزائد الاجراءات التي تتم في مكان اخر خارج الايه، خارج الدوله. دي كلها ابنائي وبناتي بتاكد ايه، اننا لا نستطيع ان نقول انه والله حق الامتياز افضل. لما اتفقنا كده ان شراء مشروع قائم له عليه، فان عمليه الامتياز برغم كل جوانب القوه اللي فيها وبرغم كل المزايا اللي بتتاحها بالنسبه لنا، الا انه يمكن القول انه ايضا عليها مثالب اخرى. طيب، ما عادش قدامنا بقى غير البديل الثالث اللي هو البدء بمشروع جديد. ابدا انا بقى مشروع من الايه، من النقطه زيرو، يعني من الايه، من اللحظه الاولى. في هذا الامر بتتاح لي بقى من جوانب القوه اللي فيه انني استطيع ان اجري دايما فرصه بقى اعداد دراسه تفصيليه متكامله عن المشروع وجدواه ونسبه نجاحه قبل البدء بتنفيذه. يبقى كان انا هنا ببدا قطعه القماش لسه ما حدش مد، ما فيش مقص مد فيها، فانا استطيع ان افصل منها. يعني عمليه تفصيل، تعرفين لما اروح كده عشان يصنع لي توب او يصنع لي بدله او يصنع لزميلتنا فستان القماش ويبدا بقى يتحرك فيه. هنا غير انك بتشتري حاجه وتقول اعدلها، اروح اشتري توب واقول طب ايه، اقص من طوله اضيقه، المساله هنا بتختلف. فاذا بدايه المشروع اذا كان مشروع جديد، هذا يعطيني الفرصه للدراسه للتعمق وفق رؤيتي وفق تصوراتي، وبالتالي استطيع ان اقف بشكل اكثر عمق واكثر جديه على جدواه ونسبه نجاحه. يمكننا ايضا أن نختار المشروعات بقى، أنا لسه في البداية أهو، فأختار المشروع المتوافق المتسق المتكافئ مع إمكانيات المالية وإمكانيات الفنية. يعني أبقى عارف حدودي قد إيه التي أستطيع إن أنا من خلالها أتصرف وأستطيع إن أنا إيه أمارس العمل بتاعي. يمكن اختيار المشروع المتوافق مع الخبرات والمؤهلات كمان والرغبات. يبقى أنا اتكلمت إذا على حسب إمكانياتي المالية وإمكانياتي الفنية، وأيضا مختار المشروع المتوافق مع إيه؟ المتوافق مع خبرتي، المتوافق مع رؤيتي، المتوافق مع إمكانياتي، يعني إذا إيه مؤهلاتي. دي كلها تفاصيل بتديني جانب قوة أو ميزة مهمة جدا في بداية المشروع الجديد. طالما لسه ما بدأناش، يمكنني أن أختار الموقع الملائم، مش من وجهة نظري فقط ولكن وفقا للاعتبارات الفنية والموضوعية الكثيرة، لأنه ربما المشروع اللي هو قائم تم اختيار موقعه في فترة سابقة بناء على متغيرات معينة، تغيرت الظروف البيئية، فقد يصبح الموقع المشروع القائم غير مناسب. أنا بقى هنا في مشروع جديد أستطيع أن أختار المكان المناسب. المشروع اللي أنا ببدأه ببقى متمكن من الهيمنة والسيطرة على كافة الجوانب المتعلقة بي، يعني الأمور تحت السيطرة ويمكنني أن أعالجها ويمكنني أن أتنبه لها ويمكنني أن آخذ العدة بالنسبة لها، يعني لا أفاجأ بأشياء خارج السيطرة. أيضا وجود تعاملي مع مشروع جديد أنا لسه بنشئه، هذا بيديني فرصة لاختيار مشروع اللي أنا حلمت بيه، أختار المشروع اللي أنا خططت له، اختار المشروع اللي بيتوافق مع حلمي، مع رؤيتي، مع تخيلاتي، مع تصوراتي، مع اهدافي. يبقى اذا هنا بدايه المشروع بتديلي نقاط قوه زي ما شفتوا حضراتكم، ادرس كويس الامور، امكانياتي الماليه والفنيه، خبراتي، مؤهلاتي، رغباتي، الموقع الملائم للاعتبارات الموضوعيه العامه، السيطرة والهيمنة على كل المستجدات والمتغيرات المحيطة بهذا القرار، وفي نفس الوقت انه زي ما بيقولوا كده الاقي نفسي في المشروع،
يعني يحقق لي طموحاتي ويحقق لي ما كنت أبحث عنه وأخطط بالنسبة له. ولكن بيعاب عليه إيه بقى؟ أول حاجة يتطلب كثيرا ومزيدا من الوقت والجهد. عاوز بقى تقعد تدرس وتتفحص وتحلل وتجمع معلومات، وبالتالي المسألة عنصر الوقت والجهد بيبقى هنا إيه أعلى. وقد يتطلب أيضا تكاليف عالية لإجراء الدراسات التفصيلية المسبقة، خاصة إذا استعنت بقى بخبراء بيعملوا لك دراسات الجدوى أو الدراسات التفصيلية، ده مكلف للغاية. وهو قد يحتاج إلى فقلب في التشغيل بقى، لا تتوقع انك تحقق الايرادات المرغوبه كده من يوم وليله. امر بيحتاج بقى زي ما انتم عارفين، بيبقى نقطه بدايه لسه داخلين، طالما لسه داخلين يبقى بنقبل ارباح اقل، اسعار لازم ابيع باسعار اقل يبقى ارباح اقل، مكانه السوقيه برضو منخفضه او محدوده، خدمات سوقيه بتبقى محدوده، يعني كل حاجه انا في مرحله بايه اختراق السوق، فلا بد ان انا بدني كل الايه العناصر. ومساله الايرادات لازم عندي توقع ان الايرادات قد تاخذ وقتها، يعني ما تتحققش ايه بشكل سريع، المساله محتاجه نوع من الوقت حتى يتم تحقيق الايرادات المستهدفه. ايضا من نقاط الضعف بالنسبه لبدء المشروع الجديد انه بيحتاج سيوله، سيوله ماليه، هل هي متوفره ولا لا؟ يعني السيوله النقديه اللي بتحدد لي قد ايه قدراتي في توفير الاموال، وهل هي كافيه ولا غير كافيه، وهل هضطر الجا الى جهات التمويل وبعضها مثلا القروض التجاريه بما يتفرض عليا بقى من اعباء، والاعباء دي بتهدد المسيره وتبقى عبء بالنسبه لي شديد. وهنا باصبح انا بقى كرائد اعمال وانا بفكر في مشروع جديد، علي ان اؤمن الامدادات، أؤمن الموارد والتوريدات، أؤمن الموارد البشرية، الموارد المالية، يعني كل التفاصيل اللي كنت بقول في المشروع القائم لما بشتري مشروع قائم إنها متوفرة، لا هنا مش متوفرة. ده أنت من ناحية بتخلق سوق لسه، تبحث عن عملاء عشان ترتبط بيهم، وما عندكش عمالة لازم تجيب الموارد البشرية، وما عندكش موردين، وما عندكش معلومات، يعني كل هذه العناصر أنت بتتعامل معها من النقطة زيرو. يجب انك انت مسؤول ان تبذل الجهد والتكلفة من اجل تأمين هذه اللي هي ايه بنسميها يعني مدخلات العملية الانتاجية، المدخلات اللي هتقيم عليها الايه المشروع. في نفس الوقت بقى بنقول ان درجة المخاطرة هنا عالية، عدم الاحساس بالامان عالي، يبقى هنا الاحساس بالخطر وعدم الامان بيبقوا مرتفعين، يجب ان رائد الاعمال او المستثمر يقظ لهذا الامر ويعني ياخذه في الحسبان ويقول يا ترى كيف ساتعامل معه. نيجي بقى سؤال تاني، طب انا بقى اخترت بديل من الثلاثه دول، يا فرانشايز، يا بشتري مشروع قائم، يا ببدا مشروع جديد، طب هشتغل بمنفردا أم أنني سأعمل مع شركاء؟ في بعض الناس يقول لك لا أنا ما بحبش أشتغل مع الشركاء، أحب أبدأ مشروع لوحدي وأستمر لوحدي بدون شركاء. والبعض الثاني يقول لك لا الشركات ولازم يبقى في معانا شركاء. إيه الحكاية؟ الشراكة بتديني فرصة إن أنا أتمتع بأغلب مازال مشروع قائم، خاصة إن أنا بجمع خبرات الشركاء، في كل واحد مننا له دور. وانا عاده لما حد يجي يعرض عليا اخش الشريك في مشروع اساله ما الذي تريده مني تحديدا، يعني انا دوري ايه تحديدا عشان ابقى متعارف على الادوار، وهل انا ليا دور فعلا، وهل الدور ده مهم ولا مش مهم. فانت لما تيجي تنتقي شركاء يبقى انت في ذهنك اجابه، ماذا اريد منهم، هيعملوا لي ايه، ايه الاضافه اللي هم بيحققوها لي، يعني اذا لم يكن هذا الامر واضح في ذهنك يبقى بتجيب شركاء ليه. لكن لا شك ان وجود الشركاء بيؤكد وبيدعم فكره ايه؟ بيدعم فكره انك بتحصل من الاخرين على اثمن ما لديهم، المعرفه والخبره والمهاره والحنكه. فده بيجعل المشروع بتاعنا يعني حتى لو كان بيبدا من نقطه الصفر، لكنه بنقول ايه؟ بنقول انه بيستفيد مما لدى هؤلاء الايه؟ الاخرين. وبالتالي وجود الشراكه ايضا تساهم في تخفيف الاعباء الماليه، ما كنت لسه بقول لك محتاج اعباء ماليه عشان السيوله، محتاج انك انت توفر الامكانيات والموارد
والمعدات والآلات والمعلومات والبشر، كل ده بيحتاج إلى أعباء مالية، وبالتالي يتم توزيعها على الشركاء. يتم تجزئة تكلفة المشروع وتوزع على أكثر من شريك. هنا بقى التنوع كمان بيفيد بقى تكامل، انا ده مهندس وده مسوق وده محاسب وده يعني هذه وده قانوني، يبقى المجموعه دي كلها مع بعضها متكامله متجانسه، بتسمح لنا بايه؟ بتسمح لنا بالاستفاده من التنوع ما بين الخبرات والمهارات الايه اللي موجوده. اخيرا الشراكه بتسمح بتوزيع العبء الاداري. افتكروا انا دايما قلت لكم ايه، في المشروع الصغير عاده بنجد اللي هو يسموه مشروع وان مان شو، لما بيبقى فيه شركاء اخذنا شكل الشراكه وليس الموضوع الفردي، يبقى اذا يتم توزيع الاعباء الاداريه على الشركاء والاستفاده من العمل معهم اللي هي استفاده من العمل كفريق. ولكن لازم يبقى فيه ولكن ايه نقاط الضعف بالنسبة للشراكة. أول حاجة احتمالات ومخاطر حدوث الخلاف بين الشركاء، يدخل النزاع فيما بينهم وتشتت الجهود، ويبقى الأمر هنا بالنسبة لهم بيمثل مخاطرة أعلى، ففي احتمالات طبعا أن الشركاء لا يتوافقوا وأن يحصل بينهم خلافات وبعضهم يبقى له مصالح أخرى متضاربة، فيحصل إيه احنا عندنا في ثقافتنا الاسلاميه يا شباب انه يد الله مع الشركاء، بس بشرط اذا اخلصوا النيه، اذا احسنوا الايه العمل واخلصوا النيه. ايضا لو انا دخلت شركاء معايا فممكن جدا ان انا ابالغ، يعني انا بعمل مشروع وعندي الارض بتاعته، الارض مثلا افترضوا ان المتر في الارض كانت قيمته 10 ريال، انا ممكن جدا مع الشركاء ابالغ واقول ان قيمه متر الارض 100 ريال، فهنا برفع الايه التكلفه. انا طبعا من خبرتي وبجد ان كثير من الناس لما بيعمل عمليه مبالغه في تقدير القيمه الحقيقيه للايه للمشروع عشان يحقق ارباح نتيجه الايه يعني بيع الملكيه. انا كان عندي قطعه ارض المتر كان ب 10 ريال ببيعه ب 100، الفرق بقى ده ما بين ال 100 وال 10 اللي هو 90 ريال ده مكسب بالنسبه لي. لكن في ظل الشراكه حريه اتخاذ القرار هنا بتبقى ايه؟ تبدا تتحدد، يضيق هامش الحريه في اتخاذ القرارات نتيجه وجود الايه؟ نتيجه وجود الشركاء، واحيانا ننص بقى على انه لابد القرار لما يتخذ بالاغلبيه، والاغلبيه دي قد ايه؟ واحيانا يبقى بالاجماع واشياء. برضه في الشراكة فقد يترتب عليها ان احنا نختار موقع بقى نتيجة يعني غير ملائم لظروفي وتوجهاتي، وبرضه هنا محتاجة تغييرات جوهرية، وقد يكون الشراء تكلفة الشراء ايه مرتفعة. فشل المشروعات الصغيرة، الحقيقة المشروعات الكبيرة بتفشل. ده انا عاوز اقول لحضراتكم ايه، مش 60% فقط، احنا وجدنا بعض الدراسات حتى في يعني خلينا نقول عن الولايات المتحده الامريكيه بتحصل تصل النسبه الى 80%. 80% من المشروعات الصغيره الحديثه لا تستطيع ان تكمل عامها الخامس، بتفشل يعني قبل ما تكمل 5 سنين 80% بيفشلوا. يعني لو 10 مشروعات بداوا مع بعض حين نصل الى العام الخامس لن نجد منهم سوى مشروعين، 8 الباقيين فين؟ فشلوا بقى اوت اوف بزنس. فده بيخلينا ايه الحكايه؟ ان اكبر مشكله في فشل المشروعات بتكمن في ان اصحابها يحبون ويقتنعون في الفكره الى الحد الذي يجعلهم يؤمنون بنجاحها عاطفيا وليس عمليا او اقتصاديا. يعني اذا غابت المنطق، اذا غاب الجانب العقلاني وتسيد الجانب العاطفي، فالمشروعات اكيد ايه بتخسر. يبقى يجب ان احنا نبقى منتبهين، وان الامور يعني تحتاج الى زي ما قلت لكم التروي، تحتاج الى الدراسه المتانيه، تحتاج الى ان احنا نتعرف بدقه على ابعاد المشروع ولا ننساق وراء عواطفنا، والا يبقى المشروع بتاعنا ممكن جدا ان هو ايه ان هو يخسر. في اعتبارات كثيره، يعني لما بنيجي نشوف هنا بيقول لك والله عاوزين نتعرف على ايه العوامل التي تؤدي الى المخاطره بحيث تهدد نجاح الايه المشروع. في عوامل
انا في تصوري انه بياتي على رؤساء العوامل التسويقيه. اذا لم نعد الموضوع الجانب التسويقي اعدادا جيدا وندرسه دراسه جيده، احدد من هو عميلي، ما هي مواصفاته، ما هي احتياجاته، ما هي رغباته، ما هي توقعاته، ثم ينعكس هذه المعلومات تنعكس في طب المنتج وكيفيه انتاجه بالكميات وبالمواصفات التي تلبي حاجه السوق، يبقى احنا نفسه. يبقى البدايه ان يكون لي عميل، اللي بيبرر ان انا اعمل مشروع ان يكون هناك عميل يحتاج الى هذه المنفعه. اذا لم يوجد العميل اذا لا مبرر لانشاء الايه؟ لانشاء المشروع. الجانب الثاني ايضا اللي بيؤدي للفشل اللي هو الجانب التمويليه. اذا كانت الاحتياجات التمويليه اكثر من قدراتي فاضطر الجا الى الاقراض ربما من البنوك وغيرها بما يفرض عليا من التزامات. هذه الجهات التمويل دي بيبقى بتفرض عليا التزامات معينه. هذه الالتزامات اذا لم استطع الوفاء بها، وانا ده اللي انا سميته قبل كده معامل السيوله، اذا لم استطع الوفاء بها سيؤدي الى افلاسي. يبقى اذا في عوامل ماليه، احيانا تبقى الجوانب الايه التشريعيه او الجوانب النظاميه او البنيه القانونيه او البنيه النظاميه ما بتساعدش، بتحد الجوانب البيروقراطيه، بتضيع عليا فرص. عدم الاستقرار الاقتصادي، عدم توفر العماله المدربه التي يمكنني ان اعتمد عليها في نجاح المشروع، ارتفاع تكلفه الاراضي والمباني والموارد المختلفه. دي عوامل كثيره يعني وجدنا من دراستنا ان دي التي تتسبب وتهدد نجاح المشروع. يعني عاوز اقول لحضراتكم ان هذا الموضوع من الموضوعات الهامه جدا التي يعني عاده نعمل لها مؤتمرات. يعني احنا احيانا نعمل مؤتمرات خصيصا عشان نتعرف على ايه العوامل والاسباب التي تؤدي الى فشل المشروع. زي ما قسمتها لكم كده في بعضها، التسويقي هو ده الاهم، لانه مشروع بغير سوق، مشروع بدون احتمالات النجاح السوقي، مالوش عملاء، يبقى لا يمكن، يبقى خلاص فقد الاهليه في النجاح. ايضا بنجد انه المشروع اللي بنعاني من مشكله التمويل، عشان كده قلت لك لما بتبدا المشروع الجديد فهنا عندك ميزه انك يمكن انك تحقق او تبني هذا المشروع او تخطط له في اطار امكاناتك الفنيه ومواردك الماليه. ودايما بننصح حتى لو بدات صغير وتنجح افضل من انك تحاول تتوسع، مابقاش عندك قدره على استيعاب الاموال اللي موجوده، وده بيؤدي الى الفشل. ما عندكش مثلا لا تتوفر لدينا مهاره التعامل مع التدفقات النقديه، لا نستطيع الحصول على الاحتياجات بتاعتنا، ما عندناش عمليات تخطيط، الجوانب الاداريه، الفشل الاداري. زي ما قلت لكم احيانا بتبقى في النظم اللي موجوده والترخيص اللي موجوده والاجراءات اللي بتبقى موجوده بتبقى من البيروقراطيه بحيث انها تحد من قدرتنا على النجاح. على اننا يتعين علينا ان ندرك ما يلي. ندرك ايه؟ اول حاجه ندركها، الفشل ليس عيبا والاخفاق ليس هو النهايه، لكن انا بتعلم. ودايما القاعده اللي يقولها رواد الاعمال ايه؟ يقول لك انه الفشل الذي لا يقتلني يقويني، الفشل الذي لا يقتلني يقويني. خلاص هو لم يقضي علي فانا استطيع ان انا اتعلم منه، بس ايه؟ مهم جدا ان احنا ناخذ بالمبدا الياباني. المبدا الياباني بيقول ايه؟ لما يبقى في خطا، في اخفاق، لابد ان احنا نتعرف على اسبابه ولكن ولا يتكرر تاني. يعني الاول بنبذل خساره جورينا في الدراسه والتنبؤ واستشراف المستقبل بحيث ان احنا نتخذ اجراءات وقائيه، اجراءات تقينا من حدوث الخطا. فان حدث ووقع الخطا يبقى علينا ايه؟ علينا يا شباب ان احنا نحرص على تلافي اتخاذ الاجراءات التصحيحيه التي تتلافى تكرار هذا الخطا. لكن يجب ان احنا نبقى مؤمنين ان الفشل ليس عيبا والاخفاق ليس النهايه. خلاص مش يعني معناه ان انا خلاص انتهيت، لا ما انتهيتش. يا مبدا بسمع كتير عن رجال، يعني ناس انتربرنورز بداوا في مصر، بداوا في المملكه، بداوا في الولايات المتحده الامريكيه، بداوا في تركيا، في اليابان، في كتير من دول العالم، وبعدين يصابوا باخفاق لكنه يستفيد من الدرس ويعاود الوقوف ويعاود وينجح مره اخرى. رائد الاعمال الذي قد يفشل يستفيد كثيرا من فشله، لانه عرف ايه الاسباب اللي ادت للفشل
فلولا مع وجود هذا الفشل لم استطع معرفة كيف أقع فيه ولا كيف أتجنبه ولا كيف يعالجه. فعاوز أقول إنه ما نجعلش من الفشل ده إيه مسألة مسيطرة علينا بتجعلنا لا نستطيع، لا نستطيع إن إحنا ننهض ونستطيع إن إحنا نتحرك مرة أخرى. عشان كده حتى إن شاء الله نتلافى أسباب الفشل، يبقى أول حاجة اعرف مشروعك بعمق، اديله الفرصة الكافية للدراسة والوقوف على أبعاده المختلفة، ولا تتعجل، تروى، ما تنساش we are turtles in decision making but racehorses in execution. في التفكير والتخطيط تعمق، شوف كل البدائل، ابحث عن كل الاحتمالات، لا تعتمد على الآراء، اعتمد على المعلومات، ادرس الحالات الأخرى اللي نجحوا لماذا نجحوا، اللي فشلوا لماذا فشلوا، أسباب فشلهم، يعني تعمق تماما في الوصول إلى فكرة مشروعك ومن ثم التأكد من جدك. ضع خطة عمل، وهنا بقى إيه؟ أنا دايما أقول التخطيط تخطيط للنجاح، وعدم التخطيط تخطيط للفشل بقى. يعني اللي ما بيخططش ده بيحط خطة للفشل، أما اللي بيخطط فدي خطة النجاح، خاصة إذا وضعت على أسس علمية وأسس منطقية وكانت بتتصف بالجوانب المختلفة اللي بتجعلها إيه متعمقة إلى غير ذلك من الأشياء. نمرة ثلاثة، مصادر التمويل. يعني تحرك مع مصادر التمويل، ودايما حاول تختار مصادر التمويل التي تتناسب معك ولا تفرض أعباء عليك. يعني مش عاوزك إنك أنت تقيم مشروعك وأنت كل مصادرك التمويلية كانت قائمة على الاقتراض، وإنك كأنك أنت اتحولت للعمل لحساب الغير. ده هو اهم ما في المشروع الاستثماري او المشروع الصغير، انك انت بتعمل لحسابك ان العوائد لك بتحمل المخاطر. فلو انت اشتغلت بقى وكله بالقروض واعباء القروض وغيره، فكانك تعمل لدى الاخرين، لدى المشروعات الايه التمويليه. وخلي بالك اذا لم تستطع السداد فانت مهدد بمخاطر الافلاس، تبقى على طول يعني المشروع اللي بي 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 بيشهر افلاسه يعني مات، يعني تبقى اوت اوف بزنس. افهم القائمه الماليه عشان تحلل، تتعرف ايه المصادر اللي جايه، المصادر اللي رايحه، ايه التدفقات الداخليه، التدفقات الخارجيه، ايه الالتزامات اللي علينا، الحقوق بالنسبه للاخرين، إيه عناصر السيوله التي يجب انها تتم. يبقى دي كلها عوامل بتقول لابد ان احنا نبقى فاهمين الجوانب الماليه المختلفه. تعلم كيف تدير الاشخاص بنجاح، لانك ما بتشتغلش لوحدك. تعامل مع الاخرين وانك انت تحصل على افضل ما فيهم، على اعلى قدرات بالنسبه لهم، على يعني افضل العناصر اللي بتساعدك عشان تحقق لك النجاح. النجاح لا ياتي الا بالمورد البشري المدرب الكفء. مواردك البشريه هي اغلى ما تمتلك. فتعلم ازاي انك انت تستفيد من هذه، كيف تدير هذه الموارد البشريه وتجعلها قوه بالنسبه لك في التعامل مع المنافسين. اهتم بنفسك، قدراتك، نمي نفسك، استخدم كل ما هو متاح لديك افضل استخدام. لما اقول لك افهم مشروعك بعمق، يعني لازم يبقى عندك خبره ومعرفه مناسبه لطبيعه النشاط، تحصل عليها من المصادر المختلفة، المجلات العلمية المختلفة، الاتصال بالموردين والعملاء والهيئات التجارية. يعني دايما بقول لك اجمع المعلومات ولا تعتمد على الآراء، لا آراءك ولا آراء الآخرين. المعلومات هذه هي الحقائق التي نبني عليها قرارات. أما الآراء فكما اتفقنا مرارا قد تصيب وقد تخطئ. يبقى بتبني مشروعك بعمق، بتجمع المعلومات من مصادرها المختلفة، بتتعرف على كل ما يلم به مشروعك الاستثماري وكيف يمكن ان هو ينجح. بعدين حط البيزنس بلان، ودي زي ما بقول لك اخطر وثيقة بالنسبة لك، اللي بتعرفك الى اين انت متجه. فمن فوائدها انها تساعدنا في تمهيد طريق النجاح، وتعد وسيلة للمقارنة وقياس الانجازات الحقيقية، وتساعد رائد الاعمال في التأكد من صحة افتراضاته عن المشروع، بتجعلني على علم بالصعوبات والتحديات ومن ثم ابقى جاهز لمواجهتها والتعامل معها، بتخليني اجيب عن اغلب الاسئله اللازمه او الضروريه قبل الاستثمار. انا مين سوقي؟ هبيع له ازاي؟ احصل على ايه؟ العماله فين؟ التدفقات النقديه الخارجه ايه؟ التدفقات النقديه، كل العوامل دي بتاتي من البيزنس.
ودايما اقول انه رائد الاعمال يجب ان هو يدرب جيدا على كيفيه اعداد خطه العمل بالنسبه له. ثم عليه ان يدير الايه اللي يضع نظام عمل للتعرف على المصادر الماليه، مصادر التمويل، ايه الصعوبات التي تواجهه، وهذه الصعوبات كيف نواجهها، كيف يحافظ على الرقابه الماليه وفي نفس الوقت على الحصول على راس مال تاسيسي جديد. دي مساله لابد ان احنا، حتى انا بقول لك انت بتتعامل مع التدفقات النقديه، لو التدفقات النقديه الدخل اعلى من الخارجه يبقى عندك فائض، كيف ستتعامل مع هذا الفائض؟ او لو التدفقات النقديه الدخل اقل من التدفقات النقديه الخارجه، طب يبقى عندك عجز، كيف ستتعامل معه؟ شوف هنا فائض، ازاي تتعامل مع عجز؟ يبقى مصادر التمويل وكيفيه ادارتها والحصول على افضل مصادر التمويل بافضل الشروط، هذه مساله في غايه الاهميه. لابد ان احنا نفهم القائمة، الارقام اللي موجوده ومدلولتها، يعني المحاسب بيعمل لي الارقام الماليه، لكن انا مهمتي ان انا استنطقها، خليها تعبر، تديني الحقائق، تديني المؤشرات الجيده التي تمكنني من اتخاذ قراراتي بشكل سليم. ان فهم القوائم الماليه يساعدني في التاكد من صحه الاستثمار، يجعلني اتعرف على المشاكل التي يمكن ان يتعرض لها المشروع، وفي نفس الوقت انخفاض المبيعات وتدهور الارباح وارتفاع الديون. دي كلها اشياء استطيع ان انا استنتجها من فهمي للقوائم الماليه. اما عن اداره الاشخاص بنجاح، فهذا الامر يتطلب واحد الاستقطاب، استقطاب العناصر الجيده، استقطاب العناصر التي تمثل قيمه مضافه، تمثل ثروه حقيقيه بما تضيفه بالنسبه للمشروع بتاعي. يبقى استقطبها، واستقطبها هنا بيتطلب ان انا اتعرف عليها وادرس خبرتها السابقه وتاريخها ونجاحها والاضافات التي يمكن ان تضيفها الي والطموح اللي موجود لديها وقدرتها على العمل واخلاصها وولائها وانتمائها. وبعدين في نفس الوقت لازم ان انا يبقى عندي حزمة من المحفزات اللي تجعله يشعر وكأنه ده مشروع. يعني أنا مع الأشخاص اللي بستخدمهم في مشروعي يجب أن يشعروا أنهم ملاك لهذا المشروع، أنهم ليسوا مجرد عاملين فيه ولكنهم أيضا ملاك في هذا المشروع. اهتم بنفسك، بصحتك، بإدارة وقتك، لازم تبقى عارف أنك أنت يعني تبقى مصر على النجاح، ويبقى عندك العزيمة وعندك الإصرار وعندك الصبر على تحقيق هذا النجاح وعلى الوصول لأفضل معدلات النجاح. أبنائي وبناتي الأعزاء في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في برنامج التعليم عن بعد، سعدت في محاضرتي معاكم النهاردة، ألقينا نظرة على الانتربرنور، على صاحب المشروع وازاي ينجح وما هي المبررات التي تؤدي للفشل وغيرها. ارجو انه تكونوا استفدتوا من حواراتنا اليوم، القاكم باذن الله في محاضرتنا القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.